الحقيقة بلدنا مليانة بالخبرات العلمية في كل التخصصات، الخبرات والكفاءات دي بتترجم في الحقيقة لتكريمات وإشادات دولية. على سبيل المثال عندنا دكتورة حبيبة حسن واصف، واللي فازت بجائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية، وده اللقب اللي بيتم منحه لعلماء التغذية المستمرين في مزاولة مهنتهم وعطائهم بعلمهم وخبرتهم على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. خلونا نرحب بالدكتورة حبيبة حسن واصف، رئيسة اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بالأكاديمية أو بأكاديمية البحث العلمي اللي موجودة عبر تطبيق الزوم من العاصمة الفرنسية باريس. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك. صباح النور، أهلا وسهلا. مليون مبروك. الله يخليكي، الله يخليكي، يعني ده شرف مش بس لي، شرف لمصر بحالها. حقيقي حقيقي، ده حقيقي. يعني حابين نعرف من حضرتك، جايزة مهمة زي دي على المستوى الدولي، استقبلتي خبر حصولك عليها ازاي؟ حقيقة أنا كنت منتظرة، لأن أنا رشحت، هم طلبوا الترشيح من سنة، فرشحت من جهتين، من الأكاديمية نفسها لأن اللجنة الوطنية في الدورة السابقة رشحتني، ومن جمعية التغذية الأفريقية اللي أنا أحد أمنائها في أفريقيا. فأنا كان الترشيح من المرتين، وبعدين المؤتمر، الإعلان بيحصل وقت المؤتمر الدولي للتغذية اللي كان في طوكيو من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي. ف يعني أنا فوجئت إن هم اختاروني، وحتى جالي واتساب من صورة من الشاشة اللي طلع عليها اسمي، لأن ما حدش كان عارف إن أنا هكون واحد من التسعة اللي اختاروهم علشان اللقب والجائزة دي. وأهم حاجة حضرتك ما قلتيهاش، إن اللقب ده، الأسطورة الحية، بيدوه للناس اللي فوق الـ80 سنة. طب يعني عشان كده دكتورة حبيبة، أنا لن أخفي على حضرتك سرا، يعني في يمكن ناس كتير من ضمنهم أنا ممكن ما نكونش عارفين حيثيات الجائزة الاستثنائية دي. يعني جائزة مهمة جدا وأهمها مهمة على المستوى الدولي زي ما تكلمنا، حابين حضرتك تكلمينا أكتر عنها ومدى تأثيرها وأهميتها على المستوى الدولي. أهميتها، أولا الجائزة الاتحاد العلوم التغذية، الاتحاد الدولي لعلوم التغذية بيعمل مؤتمر كل سنتين، وكل سنتين بيختار عدة جوائز، منهم الأسطورة الحية، ومنهم بيدي منح أو زمالة بحثية، أو بيدي كمان جائزة للعطاء في التغذية لمدة الحياة، اللي هي واحدة زميلتي اللي كانت مديرة، زميلتي أفريقية كانت مديرة التغذية في الفاو في منظمة الزراعة، خدتها السنة دي. فهو عدة ألقاب وجوائز، أنا واحدة من اللي خدوا الأسطورة الحية اللي هي فوق سن الـ80 سنة، وما زالوا يزولون المهنة. هي دي المهم، إن أنا مش على المعاش وقاعدة في بيتي، لا، أنا لسه بشتغل وفي نفس مهنتي وتخصصي. فالمهم في الجائزة دي إن لازم اللي يختاروه يكون عمل في مجال التغذية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. فالصعب إنك يبقى عندك عطاء دولي. أنا كانت سهلة عليا لأن أنا قضيت 20 سنة في منظمة الصحة العالمية، فكان عندي عطاء على صعيد دولي مهم جدا. العطاء الإقليمي، أنا اشتغلت مع الجامعة العربية، اشتغلت مع الاتحاد الأوروبي، ولسه بشتغل خبير لدى الاتحاد الأوروبي، وبشتغل كمان خبير لدى الاتحاد الأفريقي، فده عندي نشاط إقليمي. على الصعيد الوطني من ساعة ما اتخرجت لغاية النهاردة بشتغل في التغذية، وعندي عطاء للتغذية في مصر. فعشان كده الثلاث شروط اكتملوا عندي. حضرتك متواجدة حاليا في فرنسا، مقيمة هناك؟
لا لا مش مقيمة، أنا جيت أزور ولادي لأن هم هنا. طيب حضرتك نجحتي في هذا المجال، وما ينفعش نقول ده من غير ما يعني نقول كمان اسم والد حضرتك، وهو واحد من أهم علماء التغذية في العالم. احكي لنا إزاي كنتي امتداد لسيرته المهنية الدولية في هذا المجال؟ أنا يعني كنت قريبة جدا من والدي ومن كل إخواتي، لأن إحنا 3 دكاترة خريجين من القصر العيني. أنا الوحيدة اللي كان عندي اهتمام بالتغذية، لأن كنت بشوف هو بيعمل إيه، وقلت له، وأنا كان عندي يمكن 14 سنة، قلت له أنا عايزة أتخصص في التغذية. فأهم حاجة التحقت يعني هو رسم لي حياتي، قال لي انت عايزه تشتغلي تغذيه، طيب انا هدربك وتاخدي التدريب والدراسه الصح اللي تخليكي تشتغلي في التغذيه. وانا قلت له عايزه اشتغل في منظمه الصحه العالميه، فرسم لي تاريخ حياتي واداني تدريب خاص. واهم حاجه في التدريب ده اللي هي النظره الشامله لعلم التغذيه، ان يعني التغذيه مش حكايه اكل متوازن او فيتامينات او نقص فيتامينات او نقص عناصر، لا، التغذيه تبتدي يعني اهم يمكن مثل مؤتمر النظم الغذائيه اللي فات، اللي مصر عملت فيه شغل حلو جدا وعملت فيه مذكره وخطه للتطبيق جميله جدا وشامله، ان هي حاجه اسمها منظومه الغذاء. منظومة الغذاء تبتدي من الأرض، من التربة والمناخ لغاية المستهلك اللي بياكل إيه، وفيها صناعة الصناعات الغذائية، وفيها زراعة، وفيها المناخ والتغيرات المناخية. يعني مثلا أقول لحضرتك حكاية طريفة، في حد مهم جدا في التغذية، الدكتورة عائلة صالح اللي هي دلوقتي مدير مركز معلومات الأمن الغذائي في وزارة الزراعة، فكانت بتعمل أبحاث عن التقزم في الفيوم، فلقت إن العيال ما بيطولوش ما بيكبروش، وفي الآخر لقوا إن في نقص زنك في التربة، والزنك عنصر مهم جدا لنمو الأطفال، وإن الأكل بتاع الأطفال في المنطقة دي في الفيوم كان ناقص الزنك، وده كان سبب التقزم. يعني شوفي حضرتك، عندي مرض سوء التغذية وسببه خلل التربة في نفسها. الأملاح اللي في التربة. يعني ده يدي لحضرتك مثل إن التغذية علم واسع جدا، ومصر حقيقي. يعني حقيقي بتشتغل حاجات حلوة جدا فيه. طب خليني اتكلم عن البحث اللي حضرتك يمكن بتكتبيه دلوقتي، وهو بحث شامل عن تاريخ التغذية من 1936 لحد دلوقتي. يا ريت تكلمينا عن الموضوع ده، وايه المعلومات اللي هتكون في هذا المرجع بالذات، ان في يمكن حاجات طارئة جديدة علينا وهي التغيرات المناخية زي ما حضرتك ذكرتي من منذ قليل. مصر أول بلد دخلت علم التغذية فيها وطبقته، لأن الحكومة بعتت والدي اللي هو كان دكتور، أستاذ دكتور علي حسن، أستاذ في القصر العيني، بعتته ياخد دكتوراه في الطب في لندن في إنجلترا. فمن حظه كان بيشتغل الدكتوراه في الراجل الأستاذ اللي اكتشف فيتامين ب، فدخل في موضوع التغذية. لما رجع مصر، مصر كان فيها وباء كبير جدا حقيقي، له قصة طويلة ما أظنش في وقت لها النهاردة، لكن وباء الفلاجرة اللي هو نقص فيتامين ب6، سبب إن كان في أمر إن فلاحين مصر وقرى مصر تاكل عيش بالذرة، والذرة فيه مادة بتحتاج الفيتامين ده، وأما أنت ما تاكليش العيش القمح وتاكلي بس ذرة فقط، يحصل نقص في الفيتامين بي ستة. ب6، ومرض اسمه الفلاجرة، مرض باه جدا كل فلاحين مصر كانت فيه كان عندها. أما رجع عمل مسح وطني، أول مسح تغذية على الصعيد الوطني اتعمل في الشرق الأوسط وأفريقيا.
سنة 36 مجموعة من دكاترة من الأصلين، هم. وبعد كده بقى عملوا سياسة للقضاء على هذا المرض ونجحوا، وكانت عملوا أول مواصفة للرغيف البلدي المصري. هم. يعني ده تاريخ حلو جدا، فأنا بكتب التاريخ من أول مسحب شامل للجمهورية لمصر هم. هم. من 36 إلى أو. الآن. هم. ومنها حكاية طريفة جدا، هم. إن بما إن هو كان واحد من 5 علماء في العالم، يعني هم. مصر، عشان كده أنا فخورة إنها واحدة من 9، هو كان حقيقي، واحد من واحنا 5. فخورين والله ان حضرتك معانا. يمكن النهارده يمكن عندنا موضوعات كتير قوي حابين نتكلم فيها، التغذيه في افريقيا، ويمكن عندنا كمان نتكلم على التربه بالذات والحاجات اللي يمكن ناقصاها، المعادن، عشان اكيد نوصل لتغذيه سليمه لاطفالنا وشبابنا وكل المصريين. لكن حابين حضرتك تبقي معانا اكيد في حلقه خاصه. بنشكر حضرتك يا دكتوره حبيبه علي حسن واصف على طبعا هذه المداخله القيمه وعلى معلوماتك القيمة، وألف مبروك مرة تانية على الجائزة. نشكرك يا فندم على وجودك معنا. شكرا.